اليوم عندنا النص التقويمي للصف الأول متوسط الأكنان الأهلية. عندنا نص تقويمي الحمامة والجرذ، قصة من كتاب كليلة ودمنة لابن المقفع. يحكى أن صيادا نصب شبكته كي يصيد الحمامة، ونثر عليها الحبة وكمن قريبا منها، فلم يلبث إلا قليلا حتى مرت به حمامة يقال لها المطوقة، وكانت سيدة الحمام، ومعها حمام كثير. فعميت هي وصواحبها عن الشرك، فوقعنا على الحب والتقطنه، فعلقنا في الشبكة كلهن. وأقبل الصياد فرحا مسرورا، فجعلت كل حمامة تضطرب في حبائلها وتلتمس الخلاص لنفسها. قالت المطوقة: لا نتخاذل في المعالجة، ولا تكن نفس إحدانا أهم إليها من نفس صاحبتها، ولكن نتعاون جميعا فنقلع الشبكة فينجو بعضنا ببعض. فقلعنا الشبكة جميعهن بتعاونهن، وعلونا في الجو، ولم يقطع الصياد رجاءه منهن، وظن أنهن لا يجاوزن إلا قريبا ويقعن. فالتفتت المطوقة فرأت الصياد يتبعهن، فقالت للحمام: هذا الصياد مجد في طلبكن، فإن نحن أخذنا في الفضاء لم يخف عليه أمرنا، ولم يزل يتبعنا، وإن نحن توجهنا إلى العمران خفي عليه أمرنا وانصرف، وبمكان كذا جرذ هو لي أخ، فلننتهي إليه ليقطع عنا هذا الشرك. ففعلنا ذلك، وأيس الصياد منهن وانصرف. فلما انتهت الحمامة المطوقة إلى الجرذ، أمرت الحمام بالهبوط فوقعنا، فنادته المطوقة باسمه، فأجابها الجرذ من حجره: من أنت؟ قالت: أنا المطوقة. فأقبل إليها الجرذ يسعى، فقال لها: ما أوقعك في هذه الورطة؟ قالت له: وقعنا في شبكة الصياد. ثم أن الجرذ أخذ في قرض العقد التي فيها المطوقة، فقالت له المطوقة: ابدأ بقطع عقد سائر الحمام، وبعد ذلك أقبل على عقدي. فقال لها: لما لا أبدأ بك؟ قالت: إني أخاف إن أنت بدأت بقطع عقدي أن تمل وتكسل عن قطع ما بقي، وأني لأحب أن ننجو جميعا. فأخذ في قرض الشبكة حتى فرغ منها، فانطلقت المطوقة وحمامها معها.